بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون التسجيل الصوتي بالعربي والترجمة بالإنجليزي. هنا ستكون الرواية ومقدمة الرواية هي التقديم لدراسة، دراسة دكتوراه عنوانها Patent XI Novel، يعني مقارنة الملكية الفكرية مع الرواية. وهنا في هذا الجدول بنبين 7 محاور للمقاومة أو 7 خصائص لمقارنتها في السكيل أو في وزن الـ XI، وهي الأقل هو الـ X أو المغلوب في السكور، والأكثر هو الفائز اللي هو في الحالة هذه الرواية. لكن خلال الرواية وكتابة الرواية تعتبر هي رسالة الدكتوراه أو العرض لرسالة الدكتوراه، والإثباتات المطلوبة لكل خاصية، بحيث لو أثبتت هذه أو هذه المقارنة اللي هي Competitive Advantage Landscape حسب اللاندسكيب هذا، حسب الجدول هذا، فلو لكل الخصائص هذه أثبتت كما ذكرت في الأرقام فتعتبر الدراسة ناجحة، ولذلك ستكون الرواية هي مدخل لهذه الدراسة، وممكن الدراسة تستمر إلى 2 أو 3 سنين حسب ما يحدد المانحين أو البروفيسورز المانحين لشهادة الدكتوراه من الجامعة المستهدفة. ممكن تكون جامعة في مجال الطاقة أو اقتصاديات الطاقة، لأنه موضوع الرسالة هي اقتصاديات الطاقة، وتدخل في قطاع اقتصاديات الطاقة ومجال المباني الخضراء المنتجة. فيتم اختيار الجامعة من قبل مؤلف الرواية لكي يتقدم برسالة للدكتوراه في اقتصاديات الطاقة، ويدخل فيها اقتصاديات التعليم واقتصاديات الأسواق النيد ماركت التي هي تابعة لنظرية الوطن والوطنية، المصادر الماء والهواء والزراعة، كما في النظرية نظرية نائب ناصر أنصاري Economy Prophecy، أي رؤية ناصر الأنصاري الاقتصادي. كذلك في الرواية ستكون نظرية أخرى، نظرية ليفا Less Energy All Fresh Air، يعني فريش اير هو الاكسجين، يعني الاكسجين داخل المباني باقل طاقة او بطاقة سلبية.